انما ممكن بتبقى في مؤثرات ثانيه زي ما قلت لحضرتك، حته ان احنا بنسافر ونيجي وبنروح، الاداره على قد ما بتقدر بصراحه بتريح لنا، بننزل قبل مباراه القاهره بثلاث اربع ايام في القاهره، معسكر هناك للعيبه، الكلام ده كله يحس ان احنا نحاول نعمل استشفاء هناك. فدي يعني احنا شغالين عليها، واللعيبه بدات تكيف عليها الحمد لله. الجونه اكيد طموحه في بدايه الموسم او اهدافه في بدايه الموسم البقاء في الدوري الممتاز، الان وانت في المركز السادس هل الطموحات اختلفت؟ هل الاهداف اختلفت يا كابتن علاء؟ بص يا كابتن كريم، هو طبعا فعلا البدايه ان احنا عايزين نبقى في الدوري الممتاز، وده اللي احنا اشتغلنا عليه من الاول، ان احنا نحاول ما نستناش للنهايه. صحيح. فالحمد لله ربنا كرمنا وبدانا نحصل النقاط نقاط نقاط الحمد لله رب العالمين، رغم ان في كل المحللين واغلب اللي طلعوا في بدايه الموسم قال لك الجونه مع نادي ثاني او ثالث هم اول الهابطين او اللي هم هيسرعوا الهبوط بشكل كبير، ويمكن حضرتك قلتها يعني بالظبط بالورقه والقلم، يقول لك لا الجونه تسرع الهبوط. فاحنا اشتغلنا لعيبه وجهاز ان احنا نحاول نحصد نقاط زي ما حضرتك قلت، لو ما كسبناش ما نخسرش. صحيح. يعني كل نقطه في الدوري ده انا عارف قيمتها، انا عندي خبرات في الموضوع ده تمام 100% مع التحضيرية وقبل كده مع اكثر من نادي، فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نحصل على النقاط. حته بقى ان احنا طموحاتنا زادت، الاول نطمئن على نوصل لنقطه البقاء، ونبدا نشوف احنا فين وقدامنا قد ايه ونقدر نحقق ايه بعد كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. فوز ورا فوز بيدي ثقه للعيبه اكتر، وبتقوم تقلب في الملعب اكتر، ربنا يكرمك يا كابتن كريم ان شاء الله. واحد من اهم المدربين المحترفين الكبار في الدوري المصري الممتاز الكابتن الكبير كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق جونه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. الراجل ده دايما عنده بصمه، وبصمه مع فرق عندها دايما امكانيات مش كبيره، فبيعرف يشتغل مع الظروف الصعبه دي. يعني انا متصور مثلا لو عندي نادي في الدوري الممتاز وما عنديش امكانيات كبيره، اول واحد افكر فيه الكابتن علاء عبد العال، وان كان طبعا هو ده ما يحبوش الكابتن علاء عبد العال بالمناسبه، اي مدرب عايز يشتغل مع امكانيات كبيره وتفاصيل كتير عشان هتبقى اريح له شويه، بس هو بيعرف يتعامل ويتكيف مع اي ظروف بشكل رائع جدا، ونادرا لما يبقى مدرب يقدر يعمل ده.